المرة دي هناخد بس السهم ده نرن على الحتة اللي كنا بنيجي فيها الديتا. ماشي مش احنا كنا بنكتب هنا تكست فيل ومره على الناب كلوزر ومره على الناب ديلجت. المره دي هنقله النوتيفيكيشن سنتر. ايه النوتيفيكيشن سنتر؟ ليه الناس بتخاف منها دايما وما حدش بيحب يستخدمها؟ شغال تمام. ليه النوتيفيكيشن سنتر؟ وانا ده ايه ده كرسي دنيا. ليه النوتيفيكيشن سنتر ناس كتير بتخاف منها؟ هي بس معقده شويه في السنتكس، احنا مش هنستخدمها كتير، بس انت لازم تبقى عارفها، لان دلوقتي كل طول نقل الداتا صفحه شايفه صفحه صح، سواء بتنقلها رايح او جاي. تمام، رايح بالايه بالدايركت على طول بتعرف فاريبل، وراجع بايه كلوجر او ديليت. حلو، طب افرض في شاشتين ما لهمش علاقه ببعض. تمام، على سبيل المثال انت في الاب ديليت اللي هي اول حاجه في الابلكيشن خالص هنشوفها برضو، وعايز تنقل منها دايما بنحتاج مثلا، مش انت عارف البوش نوتيفيكيشن؟ نوتيفيكيشن لما انا ببعت لك على الواتساب نوتيفيكيشن وانت ما قريتهاش بتيجي لك من فوق كده، اسمها بوش نوتيفيكيشن. طيب بتحتاج لو انا عايز ابعت لشخص بعينه في الابل، يعني انت مثلا منزل الابلكيشن بتاعي وانا محتاج ابعت ليوزر معين عرض معين، فانا محتاج اعرف اليوزر ده وبعرفه عن طريق التوكن بتاعه، حاجه زي الاي دي كده، توكن كبير كده، سترنج كبير كده. تمام، التوكن ده اسمه اف سي ام توكن، هو التوكن بتاع فاير بيس. تمام، سيرفيس كده اسمها فاير بيس من جوجل. طيب التوكن ده بيجي في حاجه اسمها الاب ديليجيت. بص، اي ابلكيشن في الدنيا في حاجه اسمها اب ديليجيت. اهي الاب ديليجيت دي اول حاجه بتحصل في الابلكيشن، مش في الشاشه، في الابلكيشن كله. فالفانكشن ده اهي اول حاجه بتحصل في الابلكيشن. فهنا لما نعمل نوتيفيكيشن مثلا باخد انا التوكن ده ابصيه لحته معينه لشاشه معينه. طب ليه ما لهمش علاقه ببعض؟ مش هينفع هنا استخدم لا ديليجيت ولا كلوجر. بالظبط، يبقى الحل لازم استخدم نوتيفيكيشن سنتر. فاللي انا اقصده ان في طرق معينه ممكن ما تستخدمهاش كتير، بس في سيتويشن لازم تستخدمها. دي استخدام. استخدام تاني مثلا ممكن اي تاني استخدام الاولاني؟ فكك من دي، هقول لك استخدامها هتفهم اكتر. انت مش اوقات بتدوس على زرار معين كده في الابلكيشن يغير لك لون الابلكيشن كله؟ مثلا في ابلكيشن كان حد زميلنا عمله زي اللايت والدارك. لا، غير اللايت والدارك. انت مثلا ابلكيشن شحن موبايلات كروت، كان هو عمل ايه؟ تختار شبكه اتصالات يخلي لك السيم بتاع الابلكيشن كله اخضر، تختار اورنج يخلي لك اللون اورنج، تختار فودافون يخلي لك اللون الابلكيشن كله ريد. دي هتتعمل ازاي بسمع في الابلكيشن كله؟ لانها بالظبط زي الراديو، انت بتفتح مثلا 100.6 او وات ايفر اي اذاعه. تمام، الراديو بيعمل لك ايه؟ بيبث موجه كده. تمام، ما بيستقبلهاش غير اللي فاتح على الايه؟ على الموجه دي، صح؟ طب لو مليون واحد فتح الموجه هيستقبلها، كلهم هيسمعوا نفس الموجه. فده عيبها وميزتها في نفس الوقت. ميزتها لو انا عايز اعمل حاجه تسمع في الابلكيشن كله، وعيبها ان انا لو عايز انقل لشاشه واحده لازم تاخد بالك من الحته دي، ان لو كله بيلسن على نفس الموجه كله هيسمع في كله. فهتعمل ايه؟ وانت خارج من اي صفحه تقفل الراديو، لانك لو ما قفلتش هيغير. بالظبط، فعشان كده الناس بتخاف منها لانها بتغير، فلازم تبقى فاهم قوي البيهيفير بتاعها بيمشي ازاي. عايز تسال تاني سؤال؟ لا خلاص فهمت القصه. هي بالظبط بتنقل داتا ما بين صفحتين ما لهمش علاقه ببعض، او حاجه تتجمع في الابلكيشن كله. ده لو انا هستخدمها، لو انا هستخدمها بين صفحتين تاخد بالك ان لو في شاشه ثانيه بتلسن على نفس الموجه لازم اقفل، والا هتغير فيهم الاثنين مع بعض. وده هنعملها عمل يعني. انا كنت فين في الشاشه دي؟ اللي هي البروفايل، صح؟ احنا دلوقتي هننقل انهي داتا اللي هي بتاعت التكست فيل؟ احنا كنا في البروفايل وهنرجع على الهوم، نفس القصه يعني، هنستخدمها ونخلي بقى بتاعت الثانيه البوب اب اللي هتجمع كله المره الجايه. الديمو كان الديمو ايه؟ ان احنا بننقل الداتا. بص، لو انا بروح الشاشه اللي بعدي يا اما بريزنت يا اما بوش،
تمام. فانا لو انا رحت بالبريزنت كده وكتبت اي حاجه هنا ارجع بالدسمس واخد معايا الداتا. ففي الزرار ده عملنا كلوجر وفي الزرار ده عملنا الديليت. تمام شفنا قالها ازاي. ماشي حلو. فانا هزود بقى ايه، هكومنت واحد فيهم او ازود زرار تاني. زود زرار تاني واخليه بقى بال. طب ازاي هنحطه بقى النار بعد؟ بس عملت كوماند دي دوبليكيت. كوماند دي بيدوبليكيت بس بص خدوا ايه بالربط بتاعه. فانا لازم افك الربط عشان ما يكراش. اول واحد افتح الشاشه بتاعته اهي الت افتحه لك مع بعض وهغير اسمه كمان. بدل بوب هخليه مثلا نوتيفاي. اوكي تعال نشوف نوتيفيكيشن سنتر. تقوم كاتب ايه؟ احنا قلنا هو زي الراديو بالظبط، تبعت سيجنال اشاره ويستقبلها. تمام هتكتب نوتيفيكيشن سنتر دوت ديفولت افتكر دوت ايه. انت بتبعت سيجنال دوت بوست صح؟ بوست بيبعت اشاره وتستقبلها بايه؟ اد بوست واد. تمام بتبوست حاجه يعني بتبعت سيجنال واد بيستقبل السيجنال. بنختار اي واحده فيهم بقى؟ اللي فيها الانتفاع دي. تمام النيم ده بص كده بتدوس انتر وتفتح كوز. ده النيم؟ ده اسم ايه؟ ده الاسم اللي انا هستقبل عليه هناك. يعني لازم بالظبط اكون واخده كوبي. هو سترينج. فعشان اللخبطه خلينا نكتبه سترينج الاول والريفاكتور بعد كده للصح. هنسميه مثلا ايه؟ ده كل واحد له طريقه مثلا اوكي. حماد. لا حماد مين؟ اد نيم مثلا اي حاجه. حاجه مميزه كده تمام. الاوبجكت مين؟ سيلف. دي مش لازم تقريبا مش محتاجه ان انا انزل انفو. طب وانا حطيت الاسم بتاع اد نيم ده ليه اساسا؟ اي سترنج. ليه؟ ما هو ده اسم النوتيفيكيشن اللي انا ايه؟ اللي انا هبعته يعني اللي انا هستقبلها هناك هلسن عليه هناك. الاد نيم. اي اسم بس المهم هتاخده كوبي هو هو وتلسن عليه تاني. لو اتغير او اي حاجه ما هينفضك. تمام حلو. لو تشيك السيلفي دي مهمه عشان يعرف انت راجع من اي حته. خلينا نشوف طب ده كام خطوه اثنين بس نوتيفاي البوست والاد افتكر بس عشان انا ايه بالك كتير ما عملتهاش نوتيفيكيشن سيجنال تو ديفل تو بوست وبعت الاسم ماشي تمام. انا كده تقريبا خلصت هنا اول خطوه. اروح بقى على الصفحه اللي انا اعلن فيها اللي هي الهوم صح. خطا الحته بتاعت الاستفيد لما باجي ادوس على الزرار بتاع الاسس يرجع ما على حسب انا رايح ازاي. خليني اروح ببريزنت عادي او نزود زرار تالت. بس هيفرق معانا في ايه؟ عشان بس الكود هنا يبقى نضيف الحته دي. المفروض ندوس على النوتيفاي او هي هي. لا مش هدوس على النوتيفاي. بص النوتيفاي كده احنا اصلا ما اكسسناش ان انا هروح بده او ده صح؟ تمام. فلازم الكود اللي هستقبل فيه يبقى في زرار منهم اللي انا هروح بيه. أيوة. تمام لان هو في الانستنت من الشاشه. خليها في بريزنت مثلا نيجي تحت كده فوق البريزنت. ده اللي كنت بستقبل فيه الكلوجر يا جماعه صح؟
دي خطوه رقم 3 فاكر اللي كنا بنديها في كلوزر، مش كلوزر 3 خطوات. ايوه اكسكيوت. تعالى ممكن اعمل لك كومنت ولا مش هعمل لك كومنت؟ نوتيفيكيشن سنتر ماشي. احنا جه هنا نقول ايه بروفايل اي سي البروفايل دوت ديفولت دوت اد اوبزرفر، ده اللي بيستقبل النوتيفيكيشن. الاوبزرفر هو السيلف سيلكتور هاش، هي كان اسمها ايه السيلف قبل ما اغيرها دي؟ اوبجكت. ايوه سيلف اوكي سيلف السيلكتور لما استقبل النوتيفيكيشن اعمل ايه؟ هي الفانكشن اللي هتنفذ. طب والسيلكتور دي بعمل فيها ايه؟ هعمل فانكشن هعمل هاش بس السيلكتور سمول وهعمل ميثود تحت. طيب اس اهي نيم نوتيفيكيشن كنت بتسال عليه، هو ده الاسم اللي هناك هو واكتب نفس الاسم اللي هناك، فانا لازم تاخده كوبي. هعمل الاسم من عليه لازم تاخده كوبي ماشي، عشان اي تغيير فيه مش هيحس بيه. تمام اللي مش هتفرق هنا الميثود بقى اللي هتتنفذ لما اسمع الايه الكلام ده ايه بريزنت ولا بقى واحنا لسه عملنا نفس الفكتور ثواني بس لسه عملنا نفس فانكشن مثلا وليكن اسمها ايه listen to notification ماشي. بص بقى خطوه زياده هنا وهنحتاج ايه، هو لازم يصلح هنادي عليها هنا صح ماشي على طول اد او بي جي سي. بص بقى دي في خطوه زياده هنا لازم تبصلها هنا notification variable اسمه اي حاجه من نوع ايه بقى، من نوع notification. ليه؟ ليه؟ عشان هنشوف اللي انا بقولك عليه هناك. خلينا اسمها listen ما طلعتش على فكره. احنا غلط. اول سي كان اول بي يوز، احنا حاطين فانكشن فيها هتلاقي في الزرار عشان كده. طيب تمام تمام. ايه بقى لازمه الفاريبل ده؟ الفانكشن مفيش اوبشن حطها غلط. تمام الفاريبل ده هياخد بص بقى افتح لك الشاشتين مع بعض عشان انتوا فاهمين دي ماشيه ازاي. عشان انا كنت بقول الاوبجكت هنا سيلف تمام، هو هيلسن على الاوبجكت ده اللي هو السيلف الفيو كنترولر ويقدر يقرا منه اي حاجه ماشي. لو انت مش كاتب سيلف مش هيعرف اي حاجه. مش انا كنت لما بروح من شاشه لشاشه فاكرين لما باخد انستنس بالطريقه دي بعمل ستوري بورد صح؟ دي طريقه تانية بقى ان انا اخد انستنس من شاشه تانية، يعني انا باخد انستنس برضو كنترولر تاني بس بطريقه تانية بس دي ما استخدمهاش غير في النوتيفيكيشن. اه نقول مثلا ليت اسمها ايه بروفايل بدل ما اقول بيساوي ستوري بورد لا الاقي نوتيفيكيشن دوت ايه اوبجكت صح. حلو شناك علشان اقول الاوبجكت سيلف والاوبجكت هنا من نوع ايه؟ اني، فلازم اعمله داون كاستنج از بروفايل اديله هو ورق صح كده؟ تمام. واحنا قلنا ما دام في اوبشنال احنا بنقفل الافلت على طول. بقى عندي ده من نوع البروفايل فاقول بروفايل تي سي التكست فيلد بتاع اللي هناك دوت تكست تكست فيلد كان اسمه ايه؟ داتا باك دوت تكست ايكوال ايميل كان اسمه ايميل ايكوال تمام دوت تكست بس كده بسيط تمام ماشي. تعال نشوف يا عم سهل، انا حرفيا مش حافظ سنتكس بقالي كتير ما استخدمتهاش فاهم. هنشوف برضه
بس الفكره بص خلي بالك ايه فكره، مش هي هنا ممكن تستخدمها في شاشه وشاشه ما لهمش علاقه ببعض، اهي انت بتقول نوتيفيكيشن دوت اوبجكت از كذا وخلاص. يعني انا اقصده الشاشتين ما لهمش علاقه ببعض، هو دلوقتي حاليا ليهم علاقه ببعض بس فيما بعد ما لهمش. طب لو ما لهمش علاقه ببعض تحط السطر ده فين؟ حطه في الفيديو لود عادي، يعني ممكن اشيله من احطه في الفيديو لود وده اللي هيحصل. ليه؟ لان كل ما ادوس هيكاري الاوبزرفر فيعمل لك مشكله، فانا هشيله واحطه هنا. ليه في الفيديو لود؟ لانها بتحصل مره واحده، فلما ارجع مش هيعمل اوبزرفر تاني. تمام فاهمني؟ هنشرحها تاني. لا وانا فهمت تمام. هنروح بالبريزنت. بريزنت باين؟ ونرجع موتيفاير. يا مسهل. ماشي، احنا ما عملناش سنس في الزرار. فين الزرار؟ لسن. ما عملناش أي حاجة، احنا أصلا عملنا نوتيفيكيشن بس ما عملناش إيه؟ ما عملناش ديسمس؟ صح؟ طبعا مش هنديله كومبليشن. لا اديله ليه عادي مش مشكلة، كان ممكن تديله كومبليشن واثنين نوتيفيكيشن سنتر ده فين؟ تمام. فاهمني؟ تمام. كان ممكن تعمل كده برضه. شكله أحلى. اوكي ما اشتغلتش حلو. لا هو ظهر خد التكست فيد. فاحنا المفروض عشان حركة غبية معلش بصوا وانتوا مش مركزين معايا برضو. بص انا عملت دلوقتي ايه الغلطة اللي من الليبل والداتا. بص على الكود ايه الغلطة. ماشي الداتا رجع تاني. ماشي هو انا ينفع اخد ده احطه في ده صح؟ مش المفروض الشمال هو اللي بيتغير فيه؟ مش فاريبل ده، مش فاريبل ده، دي تغييره كده لازم تعمل كده. ده هو اللي يساوي ده. انا بحط في الليبل اللي جاي. أيوة. فاللي بحط فيه لازم يبقى على الشمال. انا بس فاهم انت القصه، اللي بغير فيه لازم على الشمال، اللي بياخد الفاليو هو لازم يبقى على الشمال. نجرب كده نعمل ده يا رب. انا اقدر اعمل ايه هنا؟ مش انا بغير كل مره في الليبل؟ ما انا ممكن اعمل فاريبل هنا. بص الحته دي بار مثلا ريتير سترينج مثلا من نوع ايه؟ سترينج صح؟ بص الحركه دي وافتح فين؟ مش عايز اديله فاليو. ليه؟ ماشي ما هو لو اديله فاليو هتطلع عندي استفهام ولا هيضرب. لازم قلنا اي فاريبل تعرفه لازم تديله ديفولت، يا تحطه علامه كده او علامه اوبشن. يعني الاثنين ينفعوا. عادي. بص بقى ديت سيت في بروبرتي محجوزه اسمها ديت سيت، يعني لما الفاليو بتاعت الفاريبل ده يتغير اعمل حاجه. تعمل ايه بقى؟ تاخد اي سطر مثلا وليكن بص كده احط مثلا الليبل هنا واقول بيساوي ايه؟ بيساوي قيمه الفاريبل ده. طب دي هتوفر عليك في ايه؟ هقول لك مثلا انت في اي كوميرس ابلكيشن وفي بتغير الكاونت بتاع الحاجه اللي انت بتشتريها، بتختار بدل 1 2 3 4. لو عايز تعمل دي هتقوم عامل ايه؟ تدوس تغير في الليبل وترجع تغير في الليبل من الناحيه الثانيه. لا انا ممكن اعمل فاريبل واحد زي ده كده وكل ما غير فيه هو يسمع في اي حته. هتشوف دلوقتي تمام. يعني الفاريبل ده ديت سيت لما يتغير حط الفاليو بتاعته في الليبل اللي هو اسمه ايه؟ ايميل ليبل. فساعتها انا مش هغير في النيم ليبل على طول، انا هغير في الايه؟ الفاريبل بس. والفاريبل ده جلوبال يعني اقدر اكتبه من اي حته. اللي هو اسمه كان حاجه اسمها ريتيرن ليبل سترينج تمام. فالفاريبل ده لو اتغير من اي حته هينفذ اللي جواه، هيسمعه ويغير. انا مش فارقه ايه نفس لا الموضوع. هتفرق معاك في حته مثلا انت عامل كاونتر. طيب مش انت اوقات بتدوس على فيريفيكيشن كود حلو كل حاجه بتتغير وبعد كده عملت ريسنت يعني بعت الكود تاني فيبعته لك حلو. طيب انت عايز الكاونتر ده يسمع في الليبل يسمع في حته تانيه هتعمل ايه؟ سماعه
هتكتب هنا سطرين من الليبل والسطر الثاني، لا انا بوفر سطرين او ثلاثه او اربعه او خمسه دول. يعني لو قيمه الفاريبل ده هيسمع في 50 حته، لو انت هتعمل مش هتعملها بالطريقه دي هتكتب ال 50 سطر تمام. لكن لو انت هتعملها بالطريقه دي هتكتب هنا الخمس سطور بتوعك تمام. وانس ان الفاريبل اتغير هيسمع في كل اللي انت عايزه. وممكن تعمل هنا اف ستيتمنت كمان، لو هو اكبر من زيرو اعمل كذا مثلا، لو هو فهمت ازاي. تاني يبقى النوتيفيكيشن سنتر هي مش صعبه بس تبقى كير وانت بتستخدمها. يعني لو مش لازم تستخدمها ما تفزدكش ما تستخدمهاش. يعني لو ترجع باك دايركت يا كلوجر يا فيلي ما تدخلش نفسك في حتتها تمام. تمام لازم تستخدمها. يعني الكيس ان انت في صفحه 10 وعايز ترجع لصفحه 1 ما لهمش علاقه ببعض، ما لكش حل غير ان انت تستخدم الايه النوتيفيكيشن سنتر.